طيب أستاذ محمد، أنا عايز أسألك سؤال. يمكن بقى في فكر دلوقتي منتشر عند معظم الناس، وهو إن إحنا بقينا مدركين سلبية السوشيال ميديا، أو مش سلبيتها ولكن إن إحنا بنستخدمها بشكل خاطئ، بقينا مدركين ده. ليه ما عندناش الجرأة أو القرار إن إحنا نقدر نعيش من غير السوشيال ميديا؟ ليه ما بناخدش القرار ده؟ بص، هو القرار ده عشان يحصل لازم يكون ليه ثلاث حالات. أول حالة إن يكون في بديل، فاحنا لسه ما وجدناش البديل ليه. دي نقطه. النقطه الثانيه، في شق تجاري. في بعض الناس، ودول كتير جدا، بدا الفيسبوك يبقى مصدر رزق ليهم. يعني في ناس بقوا صفحات بيشتغلوا من خلالها، ناس بتماركت نفسها او بتسوق نفسها بشكل انا مصور، انا فنان، انا بعمل، انا ببيع، انا بشتري، انا بتاجر. النهارده ما فيش شركه، فيش شركه في مصر عقارية أو صحية أو بتشتغل في أي مجال ملها صفحة على الفيسبوك. فبالتالي طول ما الارتباط التجاري والارتباط، تعالى بقى كمان الناحية العاطفية، الارتباط العاطفي ما بين العلاقات وبعضها على الفيسبوك كمصدر أساسي النهاردة، فده مفيش بديل ليه إلا الواتساب. نقدر نقول إن الواتساب في وقت ما ممكن يحل محل الفيسبوك. وفي بعض الناس، في بعض المؤشرات، في بعض الناس النهارده، وفي زي ما قلت لحضرتك قبل كده، مشاهير سابوا الفيسبوك تماما وبداوا يروحوا للواتساب اكتر والتطبيقات الثانيه. تمام. يبقى حضرتك بتقول ان في مشاهير ابتدى، يبقى حضرتك يعني بتتخيل ان ممكن عبر الاوقات اللي جايه الفيسبوك والانستجرام والسوشيال ميديا تبتدي تقل وتروح كلها من خلال الواتساب. استاذ محمد فتحي، خبير الاعلام الرقمي، انا بشكرك جدا 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 على الارقام اللي حضرتك قلتها لنا. الارقام اللي استاذ محمد قالها لنا ارقام طبعا جداً. مهمة جدا. عندك 100 مليون مصري، من ال 100 مليون مصري 40 مليون بيستخدموا عندهم خاصية الانترنت، منهم 39% عندهم السوشيال ميديا، متقسمين 60% رجالة 40% ستات. فدي حاجات لازم كلنا ناخد بالنا منها، وان هي تبقى بطريقة إيجابية.